كنت تعرف قبل كده ان في حاج عادي وحاج في اي بي؟ تعالى شوف كده. ده في اي بي. ده النوم بتاع الحج اللي احنا عارفينه. الشاليهات. شاليهات في الحج. ما شاء الله تبارك الله. هذه صالة للترعية. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم. هذا مدخل غرفة نوم بحمام. لبيك لا شريك لك لبيك. وافق عرفة من حمد والنعمة لك والملك. يا رب الحليم يا من جمعتنا. وافق عرفة من فندق. ولهذا الوسع العظيم. رمي الجمرات العادي. رمي الجمرات من جوه السيارة. أو أنت واقف لوحدك خالص بحراسة الشرطة حواليك. وانتشرت اليوم وللأسف عبارة حج في آي.